السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش كتعاودوا؟ كلشي بخير الحمد لله. دابا البنات ما كنتش غادي نصور، والله ما كنت غادي نصور دابا انا الوحده، ما كنت غادي نصور لا فيديو لا حتى شي حاجه، ما راشقش ليا. ولكن مي قلت ما بغيتش ندير لكم الطابخ، ما بغيتش ندير لكم الشقه في الدار، ما بغيت ندير لكم حتى شي حاجه. قلت غادي نبارطاجي معكم، غادي نخرج دابا واحد الشويه في العشيه، غادي نمشي للسونطو نديكم معايا، المهم نخرجكم من الكوزينه، فهمتوا؟ هذاك الشيء علاش قلت يلا غادي نشعل الكاميرا ونصور مع البنات. كديرين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير هانين الحمد لله. نوض الصباح جمعت داري. بالنسبه للعشاء ما درتوش اليوم، ما بغيتش نطيب، غادي نخرج نجيب شي حاجه من برا. صافي ضربت على الكوزينه اليوم، جمعتها خويتها حانوت سد ما حليتوش. ايوا صافي قلت غادي نخرج خرج غادي نجيب معايا شي حاجه من برا ونبقى ندور، عاد يوصل الحال انا نور غنمشي نجيبها من المدرسه وغادي نجي للدار. صافي في العشيه غادي نهبط للسونتر، خاصني ناخذ المرت لوسي عندها عيد ميلاد اليوم وعارضين علينا نهار الحد دايرين الحفله، وقالت لينا اجيو وغادي نمشيو ناخذوا لها شي كادو وعاد نديوه لها معنا نهار الحد. المهم البنات قبل ما نبدا الفيديو، الا كنتي اول مره كتشوفيني ضغطي على هاد ابوني الله يعطيك الصبر، وضغطي على داك الجرس تولي عندو جوج مدينات، وضغطي لي على ديك اللايك للتشجيع، وخلي لي كومونتيرك زوين وعارفيني بيك. المهم شكرا لكم كاملين، كل وحده اللي كتساندني وباقا كتابعني لهلي خطيكم عليا. المهم كنبغي نجيب لكم شويه طاقه ايجابيه، طاقه سلبيه ما عندنا ما نديرو بها، راه كل واحد عنده طاقه سلبيه عنده في الحياه ديالو، ما يمكنش شي وحده خارجه من بلا ما كايناش شي وحده ما عندهاش واحد شويه الطاقه السلبيه. ضروري اي واحد عنده شي مشكل في دارو، عنده شي حاجه اللي طالع عليه الدم كيبغي يشوفنا باش يفاجي. انا الحمد لله ما كنجيبش لكم المشاكل ديما، راكم عارفيني قليل قليل ملي كنشارك معكم كل شويه حازنه ولا كذا. المهم نديرو الخياقات خلوها هما ليها يا اختي. ايوا صافي البنات دابا غادي نخرج وخليكم معايا. هذا خارجه للسونتر باش غادي نمشي نشري واحد الكادو لمرت لوسي، عندها عيد ميلاد وعرض علينا نهار الحد، واليوم غادي نمشي ناخذ لها كادو. اليوم راه الجمعه، غادي نمشي ناخذ واحد الكادو ونرجع في حالاتي، وهانتوما معايا نخرجوا كاملين مع تما مقامي هو وصافي يلا هم معنا. دخلت البنات الويبره نشوف شنو عندهم. دوك السبرديلات اللي كيشعلوا بالضو، يا بابا من اسمينا هاي اكل هنا خرج من زعما ندخل سولو نور هربت لينا، ندخلوا السولو ونشوفوا اشنو فيه حتى هو. يلا مشيو ديما كدير لينا الاراره في الزنقه كيك، شوف كي كتعنصص لي في الزنقه ما تزوجش تزيد لي، قبيحه قبيحه ديما كديرها. واش نتوما ولادكم كيديروا لكم في الزنقه؟ ثاني يلا جيت للدار بقينا كندورو شويه صافي نور شويه جاه الجوع، قالت لك والو بغيت ماكدو. علاش كتبغيها؟ كتبغيها على هذوك سيربرايز وتبغي الفريد، صافي هادو هما اللي كتبغي، ولا داك سميتو هذوك الطوماط ديالهم، المهم التخربيق ديالهم هادشي اللي كتبغي هي، ما كتبغي لا برغل لا ما كتاكلش هذاك الشيء. المهم البنات خديت من هنايا هذه ويبره، خدا منها هشام بولات الكوزينه
حيت تحرقولي ولا تعب، ولا وحده اللي شاعله. انا كنستافد بزاف بهذيك اللي حدا لافابو وديال لاهوط، هما اللي كنستعمل بزاف. المهم خدا ليا دابا هاد جوج بولات باش يديرهم. خديت هذا ديال لا ماشين. بالنسبه لهذا البنات بقيت كنقلب على شي حاجه اللي غنمسح بها العود ديال يعني بلاكارات ديال الكوزينه. شنو تيطرا ليا دابا؟ انا كنمسحهم بواحد البرودوي ولكن مع ذلك كيبقاو ليا بحال ما مقنعينيش. المهم خديت هذا قالك ديال العود، ديال العود وتا ديال الارض، يعني وتقدري تمسحي بيه حتى البيبان. ها نتوما كتشوفوا البيبان، الشراجم، الطبله هكا ديال العود، شفتوا هاد الطبله؟ ها تنقربوا لكم، ها نتوما ديال الطبله، ديال الارض، ديال المهم قال لك كيدير. المهم قلت غادي نجربو حتى لا كاع الا ما نفعنيش كاع في البلاكارات ديال الكوزينه راه غادي ينفعني هكا في الارض. المهم هذا خديتو قال لك كديريهم قال لك كتخلط مع الماء. المهم دابا نشوف الطريقه الاستعمال ديالو. هذه هشام بغى يعلمها المكانه وديما كيرسمها لها في ورقه، وانا كنت كندور دابا في ويبرو وبانت لي هذه. قلت لي هشام ها هي مكانه، ها هي اللي بغيتي تدير مع نور بلا ما تبقى ترسم لها في ورقه وهذيك الورقه كتضيع. صافي خدينا لها هذه باش تعلم المكانه شحال الساعه وداكشي. هذا تا خديتو ليه من ويبرا جيل دوش بريحه العسل، عرفتي في ريحه واعره. وهذه تا هي خديتها لها من ويبرا مع النظاظر ديالها كيطيحوا ليها. قلت غندير لها ليهم هادو، عجبني الستيل ديالهم، شوفوا شحال زوينين. الثمن ديالهم اورو 43 يعني ما غاليينش. شحال فنين هادو، عجبوني الستيل ديالهم. كل شي ستيل زويون ليا انا كون خديت، ولكن هذا ديال البنوتات وتا ديال الناس الكبار هاد الستيل هذا، ولكن يجي النور يجيها فنيون. مشيت هنايا زيمان خديت هذا ديال لا ماشين، خديت هذا الشكل قلت غادي نجربو فيه ايترونس نصبنو به اللوان. وبالنسبه لهنايا راه خديت الفوزيه كادو، ولكن ما خديتش ليها شي حاجه، خديت لها غير البنات كادو بون، لان كيف قلت لكم عيد ميلادها قريب ودرت لنا ليها كادو بون. من الاحسن كادو بون البنات هو هنايا كادو بون، بعد الواحد ياخذ شي حاجه على الذوق ديالو، احسن ما ديري شي حاجه وتقدر ما تعجبوش ولا شي حاجه. اللهم خليه ياخذ على ذوقو. شي دختي دختي يا اما ديروا البنات واحد البريه فيها الفلوس، ولا سيروا لشي محل اللي يكون زوين هكا وديروا وخذوا من عندهم هكا كادو بون واعطوهم ليهم. صافي هادشي اللي درنا وجينا. خصنا نحيد هنايا البون، صافي حيت البون. صافي نخشي لها الكادو ديالها ونديوه لها ان شاء الله نهار الحد. سنه سعيده ليها، طول عمرها لوليداتها، والله يخلي لها مولا دارها واي وحده. كان هذا النهار ديالها تا هي عيد ميلاد، سنه سعيده ليكم، طول عمركم لوليداتكم. هذا اللي كاين. صافي انا عيد دابا بدلت حويجاتي، لبست بيجامتي، نورا يلا طلعت نعس. انا غادي نمشي ندير ليا شي كاس ديال لويزا ولا كاس ديال هذا ديال الياسمين ومشي نجلس ليا مع راساتي. المهم الا باقا شي حاجه نصورها لك ما كاينش، نكمل لكم الفيديو غدا ان شاء الله. غدا غادي نخرجين واحد الخريجه، مخرجين نور الا بغى الله. شوفوا البنات هنا بغيت نبارطاج معكم، جا واحد الريح. شوفوا الصندوق فين ولا، راه كان لهيه في القنت. شوفوا فين تسخر حتى هنايا، شوفوا البيكالا ديالي طاحت، البيكالا ديال نور هي طاحت، شوفوا الكراسه كيفاش دارو. زعما جا واحد الريح قبيله البنات، ما نعاودش لكم كيفاش داير. والشجر كيفاش كان كيدير. واحد المحل دخلنا ليه زيمان، زيمان لقينا عرفتي سميتو الورق ديال الشجر دخل عندهم حتى لداخل. وشوف كيفاش دخل، دخل من تحت الفيترينات ودخل وصل ليهم حتى المعطفين. لقيتهم لقيناهم بنادم تيديروا اسبيراتور مساكن البنات تمايا، عرفتي جا واحد الريح ما نعاودش لكم كيفاش داير، تصوروهاش. وبعدا شدني واحد الريح فاش كنت الصباح جايبه بنتي مع جوج ونص، فاش كنت جايبه بنتي من المدرسه راه كان واحد الريح، راه واحد الوقيته صافي هبطت من بيكالو وتمي دافع بنتي، ما خلانيش ندير الفيتس مزيان، ما خلانيش نبيضها. يعني انا غاده وهو تيرجع فيا وتيصيفط من صافي نزلت بقيت دافع بنتي تهدى واحد شويه عاد كملت الطريق ديالي. تبارك الله جا واحد الريح. شو الصندوق والله لا بابا لا عويش. عرفتي البنات احسن لحظه عندي هي هادي فاش كنكون صافي ساليت كلشي 9:08 الله على راح ما طلعت لغسلت وجهي لا والو، بدلت غير بيجامتي وهبطت فحالي صافي تنبغي نعس نمسح عليا هاد الماكياج قوي واحد شويه. ديك البنات بقاو كازين بالماكياج واحد شويه
كنجي من الزنقه كنزرب عليه، ولكن دابا بغيت نبقى بيه واحد شويه، عجبني راسي. عن رعا الايلاينر ماسكارا والعكر، صافي هادشي اللي درت. صافي انا كلست دابا، عييت والله عييت، مشينا شويه عييت. دارنا في السنتر شحال وحنا كندورو، دخلنا بزاف المحلات، دخلنا سولو ورشتوني، ما دورتكمش معايا، ما خديت منه والو بالي حتى شي حاجه. انا محلي كندخل كندورو كامل، غير اكسيوني ما دخلتش ليها حتى نهار الحد ولا غدا، باغا نجيب منها شي حاجه ولا تالتنين ما عرفتش. المهم قلت لي مشيت وخديت شي حاجه غنبارطاجي معاكم. ديما ضروري مره في الشهر كنمشي نتقدم من داكشي اللي خاصني، بحال البرودوي، بحال داك ديال الكوزينه، يعني داك الرولو ديال الكوزينه باش كنمسحو هكا شي حاجه لا طاحت في الارض ولا كدا. كنجيب البلاستيكات، كنجيب داك البرودوي ديال التواليت، المهم داكشي اللي كنجيبو غنبارطاجيه معاكم ان شاء الله. وكان اخوات ديما كنقول لكم الناس اللي جداد وما عارفش بزاف الحاجات، والله الا بزاف الناس تيجيو عندي استراتيجية شكرا سناء، حنا جينا جداد وما تنعرفوش بزاف الحوايج منين ناخذوهم، والله الا استفدنا منك. والله الا كاينين اللي في فرنسا، والله حتى اللي في فرنسا قال لي استفدنا منك من ناحيه هكا ليدل واكسيون، قال لي والله حتى استفدنا منك، هما بنات فرنسا وعاونتهم واحد شويه. زعما كتسمعي ديك الله يرحم الوالدين، شكرا انا سناء الله يرضي عليك، هكا كتسمعي كتفرحك. يعني وحده انا فاش يلاه جيت ما كنتش كنلقى كاع اليوتيوبرزات اللي غادي يعاونوني، ما كنتش كنلقى، كاينين كانوا اليوتيوبرزات ديال هولندا ولكن كلهم ما دايرينش هكا فلوغات، دايرين الطبخ. اول وحده دخلت لهولندا وكدير فلوغات وكتوري للناس المشتريات وكتوري للناس الحوايج منين كياخذوا الحوايج منين يلبسوا، هي سناء، هي عالم سناء، عندها 4 دابا غادي ندخل في 5 سنين في اليوتيوب. يعني اول وحده دارت هذا الشيء. اما كاينين سمعت كاينين اليوتيوبرزات ولكن كانوا ديال الطبخ، ما كيوريوش حتى وجههم، تمنى داك الشيء اللي كيستعملوا في الطبخ ما كانوش كيوريو منين كياخذوا. اول وحده هاد سناء هي اللي دخلت لهولندا، واول يوتيوبرز هولنديه كانت اسواره، الا عقلتوا على اسواره، ولكن تاي ما كانتش كتوري، غير هي كانت كديكم دوك البلايص الغاليين وتديكم لوطيلات يا اختي. ولكن اليوتيوبرز المغربيه اللي ساكنه في هولندا وبدات كتوري المنتجات ديال الطبخ والمنتجات ديال الحوايج والمنتجات ديال الحلوه وفين تخرجي وفين تمشي والبلايص ديال اللعاب، ولا هي سناء، عالم سناء، هي الاولى اللي بدات في اليوتيوب في هولندا كدير هادشي. ايوا عاد بداو كيجيو دابا البنات تبارك الله عليهم، الله يزيدهم، طلعوا بزاف الاخوات منهم، كنت وريتهم لكم انايا قناتهم غير صغارين، ومنهم ما كنعرفهمش انايا، ما يمكنش غادي نعرف بزاف. ايوا هذا اللي كاين. المهم اول وحده راه هي انا، هذا اللي كاين، هيت والله الا هيت. والله الا جاني الناس دابا، انا صافي جاني الناس، تسعود قال تولوت، صافي دابا كنتسنى غير في الماء يطيب. كيف قلت لكم ديري لويزا ولا ما عرفت ما عرفتش، المهم غندير نشوف شنو غادي ندير، نشربها ونجلس ونبدا نقرا تعاليقكم. كنت حطيت لكم هذا النهار داك الفيديو ديال داك الولد هضرت عليه، صراحه بقى فيا بزاف، والله بقى فيا بزاف صراحه. الفيديو ما تفرجت فيه كامل، كذبش عليكم، يلاه بديتو ما كاملاش، وقيلا شي دقيقه طفيتو واحد الطريقه شرسه، ما قدرتش نكذب عليك، ما قدرتش. انا راه لا شفت غير مثلا غير شي وحده كتضرب غير بيبي كتضربو، ما كنقدرش نبقى نشوف، والله ما كيعجبنيش الحال، ما عرفتش كنحس واحد الاحساس في الشكل وكيضرني خاطري، وكنبغي بحال هذيك السيده نشدها ونعفط عليها، واش فهمتيني؟ هذا الشيء علاش ما قدرتش نتفرج في هذا الفيديو، لانني كنشوفو كيهز داك الشيء حتى الفوق وكيضرب هكا، وداك الانسان اللي كيموت كيموت عرفتي. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. المهم هنايا غادي نسد معكم انا لا فيديو، كان فيديو قصير، وغدا ان شاء الله اللي خرجنا الويميره غنبارطاجي معكم هذاك النهار. صافي لا كرقات خربق زين زين.